يا الله. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا شروة ستندر بس موديلات مختلطة، بضاعة كلش حلوة وجميلة، ولادي بناتي مختلط. عندي 7500 تقريبا، أقل كمية 1000 قطعة، القطعة ب 75 سنت. طبعا البضاعة كلها ستندر مثل ما تشوفون. هسه ناخذ لنا كم قطعة ونفتحها هناك لأن عندنا الضوء هناك. شوف الجودة مال البضاعة، كلها ولادي بناتي لكن موديلات هواية. شوف بضاعة صراحة خرافية، شكل كموديل كلش عجبتني البضاعة، ورخيصة كلش رخيصة. يعني حتى لو أنا أبيعها بدولار لكم هم تعتبر لكم رخيصة، بس أنا دا أبيعها 75 سنت لأن أنا محصلها رخيصة فجاي أبيعها رخيصة. عرفت شلون؟ شوف طبعا بيها بجايم، بيها تي شيرت، بيها ردن، بيها نص ردن، كل شيء بيها. البضاعة كلش حلوة كموديلات كلش حلوه، وكالوان وكاشكال وكل شيء، كل شيء بيها حلو. بضاعة كل شيء بيها حلو. هاي شوف. شوف البضاعة شلون حلوة. هاي شوية بسخة. خامة تخبل، الخامة حلوة، البضاعة حلوة. هاي انا هسه اشتريتها بعدها، حتى عندهم ما ناقلين المستودعنا. اشتريتها بالكلام صراحه، بعدني ما دافع حتى فلوسها، بس البضاعه كلش عجبتني. انا اذا بضاعه تعجبني بسرعه اشتريها. فهاي ان شاء الله انا اشتريتها كلها وراح اقسمها عليكم 1000 1000 قطعه. تاخذ الكميه كلها او تاخذ اقل من كل الكميه السعر نفسه. 75 سنت بدون شحن. شوف البضاعه شلون حلوه. بيها بجايم ولادي بناتي، تمام؟ ولاد بناتي بضاعة من تلبس من طول 90 إلى 150 سنتيم، يعني الشخص طوله 90 سنتيم إلى 150 سنتيم. شوف هاي 110 سنتيم. اكو بعد هواي موديلات، أنا بس أشوفكم البضاعة. هاي البضاعة هي ستاندر. تعالوا نروح هسه للموديلات اللي معروضة هناك ونشوفكم، اللي هم مطلعين تقريبا من كل موديل شوية. بضاعة جديدة حلوة، ضمان عدم وجود تالف. اما الموديلات فهي الموديلات مثل ما تشوفون مختلطه. طبعا اكو شوف هسه هذا شويه حجمه كبير، تعالوا نشوفكم. يعني مثل ما تشوفون هذا مبين صغير، هذا مبين كبير. تعالوا نشوفكم هذا الموديل. سمعت صوتي بموبايلاتهم؟ شوف هذا شتاي، شوف مبطن. هذا اللي هو هذا، شوفونه البضاعة كلش حلوة، تغليفه حلو وكل شيء حلو. هذا الوان الاسخام المثليين صحيح؟ لو غير شيء والله ما اعرف. دوخوني ارى بيكم ذول المثليين منين طلعونا؟ على شرفكم. والله منين طلعونا؟ لعنة الله عليهم. تعال نشوفكم وين شي لقيته. من خلي التصوير مفتوح، تعال نشوفكم. وين على يمين ولا على يسار؟ في ايه؟ في ايه؟ في مثل ما تشوفون احنا بواحد محلات يبيعون يبيعون يبيعون، فبعدين الباقي عندهم انا جاي اشتري. هم هسه يبيعون مفرد ذولا، شوفوهم هذول يبيعون مفرد بس عبر علي الموسم. فانا جيت ايش قد عندكم من هاي؟ قد عندكم من هذا محل، محل مفرد مثل ما تشوفون. هاي هي بضاعتنا، هاي هي بضاعتنا. والله بضاعة كلش حلوة، يعني أنا صراحة فرحان بهاي البضاعة. بضاعة جميلة كموديل كشكل وكسعر، وحتى الخامة مالتها حلوة. شوف خامتها. شوف. كل شيء بيها، بيها بجامة، بيها بلوز مثل هذا. بيها صغير بيها كبير، بس البضاعة كجودة يعني هاي تفتح لك بيها واحد محل صراحة كلش تستفاد بيه، لأن الجودة مال البضاعة كلش جميلة. تفتح لك محل مال أطفال، وتعرفون أنتم الملابس مال أطفال الولاد والبناتي غالية صراحة. شوف شلون علينا السنين. بعدك هواي، تعال. هاي تيشيرتات، ها؟ كن علينا هذا. خلي ضحك علينا. هاي هنا شوف تيشيرتات، عندك هنا سويتر.
هذا سويتر، كل شيء موجود عندك، حتى بلوزات. شوف بلوزات يعني الشروة هاي كل شيء بيها، صيفي شتائي. على فكرة بيها أبو جايم، شوف هاي كل أبو جايم. شوف هاي بجامة 90 إلى 150 سنتيم. شوف ايش راح نسوي، بيع كل كمية ولا شو؟ لا لا، أقل كمية 1000، أقل كمية 1000 قطعة. أنا اشتريت هسه الشروة 7000 وكسور. هذا شورت، هذا مزروف، ضمان عدم وجود تالف، خاف يطلع عندكم بيه مشكلة، أنا أتحمل مسؤوليته. يعني هذا شوف مزروف، أنا أتحمل مسؤوليته. شوف هاي بجانب، شوف خامة عن خامة تختلف، لكن البضاعة كلش حلوة. والله أنا شنت أشتري لأطفالي المريوم والحسوني، هي الشغلات غالية والله صراحة، كلش غالية، ملابس مال الأطفال كلش غالي. فهذه تاخذها أنت الشروة تفتح بها مشروع. شوف هاي البجامة، هاي البجامة بناتي، هذا بجانب، هذا بجامة، هذا بجامة، هذا بجامة. شوف أنا البضاعة عجبتني، والبضاعة تعجبني، أقول لكم تعجبني. شوف مختلط، تيشيرت، سويتر، كل شيء يطلع عندك متى ما تشوفهم، كل شيء جاي يطلع عندك. هذا الموديل، هذا موديل، هذا موديل، هذا موديل، هذا موديل. يعني اللي ياخذ 1000 قطعه يطلع على مختلط. هو اصلا تغليفه مختلط، لانين بدل تشوفون دسته بيها 5 بيها 10 تجي موديل، فيجيك مختلط، اكيد يجيك مختلط. انا اتوقع هاي الشغله راح يجي واحد ياخذها كلها، لان كلش رخيصه. شايفين 1000 خير، اول واحد يدفع فلوس هو هذا ياخذ البضاعه. والسلام عليكم ورحمه الله. 75 سنت فقط.